هو الحب عبارة عن إيه؟ الحب عبارة عن رحلة بنجهز لها من أول السكة علشان نستمتع في نص الطريق ونوصل لآخره. الحب عبارة عن بناء عمارة بنرمي ليها أساسات سليمة وعمدان قوية علشان تكمل معنا لنهاية العمر. والحب من أول نظرة ده كلام أفلام خرافات مشينا وراها وضيعتنا، وكانت سبب في فشل علاقات كتير جدا لأنه غير ناضج غير متزن. لذلك اللي لسه ماشي ورا الخرافات دي ياخد باله، واللي بيصدقها برضه ياخد باله، لأن اللي حبك من أول نظرة ده أكيد حب فيك حاجة معينة، شكلك، جسمك، طريقتك في الكلام، حب استهلاكي. الحب الحقيقي سلوك بيجي مع العشرة. فاكرين العشرة اللي كانوا جدودنا بيتكلموا عنها زمان؟ العشرة اللي خلتهم يعيشوا مع بعض 30 و40 و50 سنة. العشرة دي بقى هي الرحلة الطويلة، هي الأحداث والمواقف الصعبة، هي الخلاف والاختلاف والضغوطات، هي الذكريات الجميلة اللي اتبنت، الأيام الحلوة اللي عشناها، الإيدين اللي حلفت ما تسيب بعض غير مع نهاية العمر. العشرة مشوار طويل أرقى وأعلى مليون مرة من الحب. اوعى تحبوا حب ناقص يا جماعة، حب مبني على فراغ، هوى، شكل ظاهري مبهر من بره ومن جواه فاضي، كلام معسول لكن أفعال تسم، شكل حلو لكن أخلاق سيئة، فلوس كتير وقلب حجر. الحب هيبقى له طعم لما أحب بعقل وشوية عاطفة، لما أحب الروح وأكون راضي عن الجسد. لا ينفع العقل لوحده ولا القلب لوحده، الاتنين بيكملوا بعض علشان تبقى العلاقة متزنة وناضجة. اللي بيحب بجد بيشوفك من جوه، بيصبر عليك وبيتحملك، ولو دائب بيك الدنيا بتلاقي حضنه براح واسع بيسيعك وبيسيع همومك، ولو وقعت في يوم بيسندك بقلبه مش بجسمه، بكلامه الحلو مش بإيده، بحنيته وبخوفه عليك. وشكلك بالنسبة له مجرد برواز بيطلع منه كل شيء حلو، والفلوس بالنسبة لها شيء مهم لكنها مش أساس، لأنها بتختار راجل مش خزنة. الخلاصة، الحب اللي بجد إنك تحب الروح مش الجسد، إنك تحب حد وترضى عنه وعارف إنك هتقدر تتحمل الجزء الناقص اللي فيه. الحب الحقيقي إننا نستوعب بعض، نرحم بعض، ونكون لبعض الحضن الهادي اللي بيطبطب علينا من أسوأ الأيام.